درع صاروخي من الجو والبر والبحر لحماية إسرائيل. كشفت تقارير إعلامية أن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية كانت على علم بالهجوم الإيراني قبل تنفيذه ب24 ساعة، ما سمح بنقل المزيد من منظومات الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة للمنطقة بجانب تحرك مدمرتين أمريكيتين شمال البحر الأحمر لتقترب إحداهما من مدينة إيلات الإسرائيلية. وبواسطة نظام المراقبة الفضائية سبيرس تمت متابعة الصواريخ والمسيرات الإيرانية أثناء اقترابها، لتخرج طائرات الإنذار المبكر والقيادة لتنسيق العملية الدفاعية لتتم على مرحلتين: الأولى تشكيلات الطائرات الأمريكية والبريطانية شمالاً مع البحرية الأمريكية جنوباً لاعتراض المسيرات والصواريخ خارج الأجواء الإسرائيلية لتخفيف حدة الهجمة، الثانية اعتراض الأهداف الجوية المتبقية بواسطة الطائرات والدفاع الجوي الإسرائيلي.